أهلا بكم مشاهدينا من جديد. حضر سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة باتلكو حفل توقيع اتفاقية تقنية رئيسية بين شركة مطار البحرين وشركة باتلكو ليصبح بموجبها مطار البحرين الدولي أول ميناء جوي في الشرق الأوسط يعتمد تقنية انتربرايز LTE في حالات الطوارئ، حيث صمم هذا النظام المتطور لتوفير مزايا اتصال قوي وفوري، ومن شأن ذلك تعزيز تجربة السفر ورفع مستوى كفاءة العمليات في المنشأة الجديدة لكل من المسافرين وشركاء المطار، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد للأحجام الكبيرة من البيانات. كشف مجلس التنمية الاقتصادية عن جذب 134 شركة في العام الماضي باستثمارات وصلت إلى 538 مليون دولار. وفقاً لبيان صحفي، فقد استطاعت تلك الشركات من خلال الاستثمارات المذكورة جذب ما يزيد عن 6000 وظيفة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتوزعت الاستثمارات في مجالات الخدمات المالية، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الاتصالات وغيرها. كما ويذكر أن جنسيات هذه الشركات كانت من بلاد متنوعة، وأهمهم المملكة العربية السعودية، الإمارات والكويت. وقال السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن مع دخول عام 2020 فإنهم يتطلعون للمزيد من النمو في القطاعات غير النفطية، فيما تواصل المملكة مسار التنويع الاقتصادي. كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال عام 2019، فبحسب المؤشرات فإن النتائج الأولية للسنة المالية 2019 تشير إلى تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1795 من أذنة الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. أصدرت بورصة البحرين قرار رقم 4 لسنة 2020 بشأن إدراج أذنة الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل للعام 2020. وبموجب القرار سيتم إدراج 58 إصدارا لأذنة الخزينة الحكومية و10 إصدارات لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل خلال العام 2020. وتبلغ القيمة الإجمالية لإصدارات أذنة الخزينة الحكومية 4 مليارات و100 ألف دينار بحريني، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل 260 مليون دينار.
أعلنت مجموعة بنك المؤسسة العربية ABC المصرفية عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 من شهر ديسمبر عام 2019، والتي أظهرت نمواً قوياً في الأصول والإيرادات والأرباح بعد التعديل، وذلك رغم استمرار الظروف الصعبة في الأسواق الخارجية، حيث استثمر البنك بدرجة كبيرة في رحلته إلى التحول الرقمي، مما تكلل بالإطلاق الرائد لبنك إلى الرقمي في الربع الرابع من عام 2019. وقد حققت المجموعة أرباحا صافية موحدة عائدة إلى مساهمي الشركة الأم قدرها 194 مليون دولار أمريكي بعد استيعاب أثر تحديات الظروف الاقتصادية الصعبة ومصروفات الاستثمارات. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع البورصة المحلية. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم بنسبة 19% مغلقا التداولات عن مستوى 1660 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,948,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 447,000 دينار تم تنفيذها من خلال 60 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 24%. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، فقد أغلقت على تراجع نسبته 95%. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية التي سجلت تقدما نسبته 16%. أما سوق دبي المالي فقد سجلت ارتفاع نسبته 47%. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط التي أغلقت على انخفاض نسبته 35%. بلغت إجمالي عقود الإنشاءات التي جرى منحها العام الماضي في منطقة الخليج نحو 143,300,000,000 دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 4%. ووفقا لبيانات مؤسسة BNC، من المتوقع أن يشهد مجال الإنشاءات في دول الخليج نشاطا قويا خلال العام الجاري مقارنة بعام 2019، بدعم من زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وقطاع المرافق والتنمية الحضرية ومشروعات البنية التحتية. مشاهدينا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. وزير الاقتصاد الألماني يناقش إمكانية منح شركة تسلا دعما لبناء مصنعها الجديد. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن مشروع الموازنة الذي سيكشف البيت الأبيض عنه يوم الاثنين القادم سيتخلى عن هدف سعى إليه الجمهوريون طويلا، وهو سد العجز في الميزانية الفيدرالية خلال عقد. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن وثائق عمل داخلية أن الهدف الجديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب في مشروع الموازنة الجديدة هو سد العجز في الميزانية الفيدرالية بحلول العام 2035 بدلا من العام 2030. كما وبحسب واشنطن بوست، فإن مشروع الموازنة ينص على إنفاق 2 مليار دولار لمواصلة بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إقامة ما يصل إلى 10 موانئ حرة معفاة من الرسوم الجمركية بغية تحفيز الاقتصاد بعد البريكسيت. وقالت الحكومة البريطانية أنها بدأت استشارات تستمر 10 أسابيع بهدف تحديد مواقع الموانئ الحرة التي ستكون فيها البضائع المخصصة لإعادة التصدير أو التي سيتم استخدامها في صناعة تحويلية في بريطانيا معفاة من الرسوم الجمركية. والهدف من الاستشارات إعلان مواقع هذه المناطق الجديدة بحلول نهاية العام سواء في البر أو قرب الموانئ لكي تكون جاهزة للتشغيل في العام 2021. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
قال وزير اقتصاد ألمانيا بيتر ألتماير إن شركة تسلا قد تحصل على دعم حكومي لتنفيذ خطتها بإقامة مصنع في ألمانيا، وخصصت الحكومة الألمانية دعما ماليا لصنع خلايا بطاريات السيارات الكهربائية محليا كوسيلة لتأمين وظائف التصنيع مع تهديد قواعد الانبعاثات الصارمة للطلب على التقنيات القديمة مثل محركات الديزل. وأشار ألتماير إنه من أجل التأهل للحصول على إعانات حكومية تحتاج الشركات إلى تلبية متطلبات معينة في مجالات الاستدامة وكفاءة البطارية.